حياكم الله أعزائي طلاب الصف الخامس في درس جديد من دروس مادة الاجتماعيات، ودرسنا اليوم بعنوان الأرض في حركة مستمرة. أخذنا أعزائي الطلاب في درس سابق عن كوكب الأرض، وعرفنا أن الأرض مستمرة في حركة حول نفسها وحول الشمس. إذن الأرض هي في حركة مستمرة دائما حول نفسها وحول الشمس. حركات الأرض تنقسم إلى قسمين، إلى حركتين: حركة محورية وحركة انتقالية. أعزائي الطلاب، نعلم أن جميع الكواكب تدور حول الشمس، وبالتالي فإن كوكب الأرض يدور حول الشمس في اتجاه عكس عقارب الساعة، أي من الغرب إلى الشرق. حركة الأرض المحورية أي حول محورها الذي يميل بمقدار 23 درجة ونصف، وتدور مرة واحدة من الغرب إلى الشرق، أي كل 24 ساعة. والآن السؤال: ما هي فائدة دوران الأرض حول محورها؟ دوران الأرض حول محورها أمام الشمس يجعل المناطق التي تواجه الشمس تتعرض لضوء النهار، أما الجانب الثاني من الأرض فيكون مظلماً، وبذلك يتعاقب الليل والنهار، وكذلك يحصل اختلاف في التوقيت، ونتيجة ذلك تشرق الشمس على المناطق الشرقية قبل المناطق الغربية. وكما نرى أعزائي الطلاب في هذه الخريطة، هناك فرق في التوقيت بين أكثر من مدينة، وذلك بسبب دوران الأرض حول محورها. أثناء دوران الأرض حول محورها كذلك تدور حول الشمس، وتستغرق مدة تقريبا 365 يوم، يعني سنة، وهذا ما يسبب أعزائي الطلاب حدوث الفصول الأربعة. نرى في هذه الصورة أعزائي الطلاب كوكب الأرض، حيث تسقط عليه أشعة الشمس، حيث توجد مدارات وخطوط رئيسية، وعندنا هنا مدار السرطان، ثم مدار خط الاستواء الذي يقسم الكرة الأرضية إلى جزء شمالي وإلى جزء جنوبي، ثم يأتي مدار الجدي، وهنا نرى أن أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان، فيتلقى نصف الكرة الشمالي كمية أكثر من الحرارة والضوء، وهذا ما يجعل النهار أطول، وهذا هو فصل الصيف. الحالة الثانية أعزائي الطلاب تكون في فصل الخريف، عندما يتعامد شعاع الشمس على خط الاستواء، وهذا يعني تساوي كمية الضوء والحرارة، وبالتالي تساوي الليل مع النهار. أما الحالة الثالثة فتحدث في فصل الشتاء، عندما تكون أشعة الشمس عمودية على مدار الجدي، حيث يتلقى نصف الكرة الجنوبي كمية ضوء وحرارة أكثر، وهذا يجعل الليل أطول من النهار. الحالة الرابعة تكون في فصل الربيع، حيث يتعامد شعاع الشمس على خط الاستواء، وهذا يعني تساوي كمية الضوء مع الحرارة، وبالتالي تساوي الليل والنهار. إذن أعزائي الطلاب، هناك أربعة فصول تعاد في كل سنة على مدار السنة، أربعة فصول. والآن نختم بحل بعض الأسئلة حول الدرس. بما تفسر تعاقب الليل والنهار؟ الجواب: يحدث تعاقب الليل والنهار نتيجة لدوران الأرض حول محورها كل 24 ساعة. حدوث الفصول الأربعة: تحدث الفصول الأربعة نتيجة لدوران الأرض حول الشمس في مدار إهليجي كل 365 يوما. ضع صح أو خطأ، يعد خط طول غرينتش خط الطول الرئيسي صح. وبهذا يكون درسنا قد انتهى. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.